لجنة التطعيم بمحطة سكك حديد مصر، واحدة من اللجان التي تشهد زخما وإقبالا غير عادي من قبل المواطنين باعتبارها واحدة من النقاط الهامة التي تستهدف المواطنين من محافظة مصر كافة، وذلك لتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا كواحدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتم للمواطنين كخط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس. بدأوا في الجرعة التنشيطية للناس اللي جات أخذت جونسون قبل كده، فالجرعة التنشيطية عندنا بدائل جونسون أو أسترازينيكا أو موديرنا أو فايزر، دي البدائل اللي ممكن ناخدها وإحنا موفرينها، الوزارة موفراها الحمد لله. رسائل كتيرة بتيجي للجمهور دلوقتي وبيجوا بالرسائل وياخدوا الجرعة التالتة. ندعنا لكل اللي ما خدش تطعيمات إن هو يسرع علشان التحورات اللي بتحصل في الفيروس. الناس بقى عندها وعي صحي ان ده لمصلحتها، الدولة بتعمل دايما لمصلحة المنتفع، زائد ان بقى فيه شريحة كبيرة من المواطنين اللي هي كنا بنقول ان ده ما ياخدوش في الاول التطعيم زي الحامل او المرضع او اللي بتفكر لحمل، دلوقتي الشريحة دي متوفر ليها الفايزر. إجراءات احترازية ووقائية تتم على مدار الساعة بمحطة سكك حديد مصر خلال عمليات التطعيم، إضافة إلى توفير كافة الإجراءات اللوجستية الميسرة للمواطنين كافة. في بروتوكول مبرم ما بين السيد الوزير، وزير النقل ووزير الصحة، وزارة الصحة، بتسخير كل الإمكانيات لوزارة الصحة داخل محطة مصر من تذليل جميع العقبات اللي بتواجه الفريق الطبي، أو في أي نقص من المهمات أو المستلزمات الطبية بتاعة وزارة الصحة، في نقص هنا، في عندنا نقطة طبية بيتم تزويدها على مدار الساعة. التطعيم احنا بنحفظه في ثلاجات في من 2 ل 8 درجة حرارة على حسب بقى كل نوع، يعني مثلا الفايزر مدته شهر بعد ما يتفك من التجميد بتاعه، في خلال هذا الشهر المفروض ان احنا بنطعم المواطنين، بعد هذا الشهر لو فات حاجه ما ينفعش ان احنا نرجعها او نستخدمها. الفاكسين بيتنقل لنا بطريقه ان هو بيتنقل بعربيه مكيفه، بيجي لنا امن جدا تحت سلسله تبريد امنه جدا، بيجي لنا تحت الحراره من 2 ل 8 بدرجه حراره الثلاجه اللي كان موجود فيها. إجراءات التطعيم الميسرة انعكست بشكل إيجابي على المواطنين خلال عملية التطعيم بلقاح فيروس كورونا. أنا أخذت اللقاح ما يحصلش حاجة يعني بإذن الله يعني، وإن شاء الله كل المصريين تاخد اللقاح زي كده، وإن شاء الله ما فيش حاجة هتحصل بإذن الله يعني. أنا جيت من سوهاج عشان أخذ التلقيح اللي هو بتاع الكلام بتاع السفر، وجيت خدوا مننا الورق وكل حاجة وكتبوا لنا الناس وادونا التطعيم ومية مية والله. توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بأنواعها كافة وأقبال المواطنين على لجان التطعيم يؤكد حرص الدولة المصرية حكومة وشعبا بمواجهة المرض ومنع انتشاره. محمد حلمي، التلفزيون المصري.